دمشق ينضم إلينا محمد طوالبة مراسل الغد. محمد، ماذا عن الأوضاع الميدانية في ظل إرسال المزيد من التعزيزات التركية؟ نعم، يعني ما تزال تركيا مواصلة لإرسال تعزيزات تركية، كان آخرها رفع المؤلف من 50 عربة وآلية عسكرية دخلت الحدود السورية عبر معبر كفرلوسين واتجهت من داخل إدلب. من الواضح أنها ستتجه إلى ريف إدلب وريف حلب لتقوم كما قامت يعني الأرتال العسكرية السابقة بتعزيز العمليات التي يقوم بها المسلحون في تلك المناطق ومحاولة دفع الجيش السوري إلى إيقاف العمليات أو منعه من مواصلة التقدم واستمرار السيطرة على مناطق جديدة في إدلب. طبعا يعني الجيش السوري في ظل دخول الأرتال العسكرية ما زال يواصل عمليات. شهدنا يوم أمس إسقاط الحوامة السورية من منطقة قريبة من منطقة أورم الكبرى، وبعده بقليل يعني شهدنا إعلان سيطرة الجيش السوري على أورم الكبرى التي كانت تستهدف الحوامات السورية، بالإضافة التي كانت تخرج منها القذائف والصواريخ باتجاه نقاط الجيش السوري والنقاط العميقة في مدينة حلب والمناطق المدنية. منذ قليل سيطر الجيش السوري على إحدى النقاط الهامة المدعوة معرض النعسان في ريف إدلب، وما تزال العمليات يعني العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري متواصلة في وتيرة متسارعة جدا لم نشهدها سابقا يعني في أي عمل عسكري كان يحصل في سوريا. الآن هناك عدة محاور يعمل عليها الجيش السوري. من جهة يقال أن الأنظار يعني متجهة نحو الأتارب والمناطق المحيطة فيها باعتبارها منطقة مهمة وتؤمن طريق دمشق حلب أو طريق الأنفور من ناحية أخرى غير التي أمنها الجيش. طيب، يعني مدينة الأتارب يعني محمد التي تدخل إليها تركيا، عفوا الجيش السوري، أيضا تركيا أرسلت المزيد من التعزيزات هناك. هل من دلالات أو مؤشرات على مواجهة مباشرة ما بين الجانبين؟ نعم، تعتبر يعني الأتارب منطقة استراتيجية لدرجة كبيرة يمكن لوصول الجيش السوري لها. أن يقال أنه في هذا الحال يعني تم تأمين طريق حلب من كافة الجهات، ولن يكون هناك أي هجوم محتمل قريب للفصائل المسلحة المتواجدة على نقاط الجيش السوري في الجهة الشرقية، وبالتالي يعني دفع جنود جديدة، أرتال عسكرية جديدة لتعزيز وجود المسلح في الأتارب يحاول منع الجيش السوري من الوصول إليها، منعه من السيطرة عليها وإخراج المسلحين من تلك المنطقة لعدم كسب نقاط جديدة تساعده على الاستمرار في العملية وتعزز قدراته العسكرية أو الإشراف الناري على مناطق أخرى يتواجد بها مسلحون في المحيط. إذن محمد طوالبة مراسل الغد من دمشق، شكرا لك.